مش قادرة أنا بصراحة، أنا جوعانة، وقدرت لي أمر إلى كلاسيكو وأخذ سندويشة السريع. ودي على أنتي ودي 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 طبعا صراحة وقت عيد ميلادي لما إجوا شاورما كلاسيكو، كل الناس اللي كانوا بالعيد ميلاد حبوا كتير شاورما، صاروا من زباينهم طبعا. يا أمي سلفوني بوحدة بس وحدة هيك على السريع. شاورما دي كلاسيكو شو تعملوا؟ تعملوا هيك بالثوم دبس الرمان ماشي، بعدين اهم خطوه انتوا بتاكلوا الشاورما دي كلاسيكو شو تعملوا؟ تعملوا هيك بالثوم دبس الرمان ماشي، بعدين اهم خطوه انتوا بتاكلوا الشاورما دي بيعمل شاورما إيطالية كمان، معها خضار وتشيز ويم يم. هاي عم بيعمل شاورما كلاسيكو، بيعملوا كيكة الشاورما. يعني إذا كان عندكم عزومة أعياد ميلاد هيك منظرها كتير حلو، شوفوا أحلاها. صراحة مش مستنية لبين ما أصل البيت، بدي أكل لقمة. قد ما هي سخنة مش قادرة أمسكها. أحزر منكم يعني بس عشان أوصل البيت، أحزر منكم يعني بس عشان أوصل البيت، أحزر منكم عشان أوصل البيت.
انتم احلى هاي عملوا لي اياها عشان بدي اخذها على البيت. بتجنن هاي كتير حلوه. خرج عزايم كيكه الشاورما. شوفوا شو جميله. تخيلوا واحد يهدي حبيبته كيكة شاورما إذا كانت بتحب بطنها كتير زيي بحب الشاورما. حلو كتير هالهدية. هاي سنابي، كيف حالكم سنابي؟ حبيت أمسي عليكم، عليكم مساء الخير لأحلى متابعين بالعالم. هيك عجقة من الصبح وهلا خلص شعراتي، بس تعرفوا الجوع اللي انا فيه وشو جعبالي الترم جعبالي سندويتش شاورما هاي على السريع هيك من عند كلاسيكو، لانه انا اصلا خبيب صوفية يعني. هلا لازم سندويشة نسلك الجوع، لازمها سندويشة شاورما اسلك الجوع لبين ماما ما تخلص الطبيخ واخلص اموري، اني لسه مش هلا راجع على البيت. على كل حال بدي اعيد اليوم على كل شخص صادف ميلاده، بقول لكم كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب كل احلامكم الحلوه تتحقق وكل حياتكم مليئه بالانجازات والسعاده والحب وكل شيء بجنن بهالدنيا وفقط لا غير. ما عندي شيء احكيه قد ما حكيت امبارح. شو حكيت امبارح؟ مش مسموح. شو حكيت امبارح؟ مش مسموح في الشكل الغني امبارح، مش عادي. بس يلا نسمع الغنية مع بعض.